مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال، مساء الحظ. شخباركم؟ شكرا للايكات والقلوب والكلام الجميل. ها قولوا لي، حطيت النية ولا ما حطيت النية؟ نيتنا لهذا الشهر هي نية الحظ، وعندنا خلفية الجوال جميلة جدا. هذه خلفية الجوال يا جماعة، اللي ما حط خلفية الجوال يحط خلفية الجوال، واللي ما حط النية يحط النية. وبرضو عندنا فيلم حطيت لكم اياه في تويتر، حلو ممتاز ممتاز. اوكي ممتاز، بداية قوية صراحة. الأغلب حاط خلفية الجوال وحاط النية، ممتاز ممتاز ممتاز. طبعا نتكلم اليوم عن رسائل الحظ، وهو أحد الكورسات اللي موجودة عندنا في sonya369.net. عندنا 7 كورسات اللي هي رسائل الحظ وأسرار المحظوظين والبومة الزرقاء، خطوط اليسر، ومختصرات الحياة، وشفرة الاختيار، والرسائل الكونية. كلها تدور حول فكرة كيف نخلي الحياة سهلة، يسيرة، محظوظة، مختصرة. هو عموما فكرة ذكية انك انت تحاول تختصر الحياة، بدل ما انه يعني تقضيها في تعقيدات وفي قصص طويلة، انك انت تختصر الموضوع. طيب اليوم نبغى نتكلم عن رسائل الحظ. اوكي، نبغى نتكلم عن رسائل الحظ. طبعا خلني اقول لك اول شيء ايش نعني. نبغى نستعرض الكورس او المحاور ونشوف نسمع منها جزئيه، بس خلني اقول لك ايش يعني رسائل الحظ. اوكي، طبعا عندنا رسائل كونية وعندنا رسائل الحظ. خلنا نقول لما يكون في حدث قدامك وهذا الحدث يعتبر رسالة حظ. طيب في هذه اللحظة احنا نعتبر انه انفتح لك باب من ابواب الحظ، انه عندك الان فرصة او عندك الذبذبة تستطيع من خلالها انك تنتقل لمستوى اخر من الحياة. في هذه اللحظة اللي انفتح لك فيها او يعني بدأت تشتغل هذه الذبذبة، زي ما قلت لكم امس انه الحظ هو عبارة عن يعني مستويات او كميات، يعني ممكن كذا عندك حظ، ممكن كذا، ممكن كذا، ممكن كذا، ممكن كذا. نفس الشيء رسائل الحظ، في رسالة يعني تفتح لك باب كذا من الحظ، في رسالة تفتح لك، في رسالة في رسالة يعني تسوي لك حظ باهر زي عقود القبول. في يعني وفي في في رسائل كثير من رسائل الحظ يعني تفتح لك أبواب السماء كلها، يعني شيء يعني في اللحظة هذه اللي ما يستغلها أقول فاتت عليه. ففي هاللحظة المفروض انه الشخص يكون حاول انه واو حصل هذا الشيء، صار هذا الشيء، معناها اقدر الان انوي، معناها اقدر انا اسوي اكشن. ما كنت مسوي هذا الاكشن قبل لاني احس اني كنت خايف او مرتبك او ذبذباتي ضعيفة، الان انا اقدر اسوي شيء اكبر، اقدر اطلب، اقدر اجذب، اقدر اني انتقل لمكان اخر او لطاقة اخرى. طيب المهم انك انت تعرف رسائل الحظ، انك تعرف انه واو هذه رسالة حظ، خلني اشتغل في هذه اللحظة وخلني استفيد من هذه الذبذبة. خلنا نشوف الان عندنا رسائل الحظ، المقدمة، وبعدين عندي الارقام، الالوان، الايام، الاشكال، الحيوانات، الاماكن، الاشخاص، الانعكاسات، عقود القبول وما راح نفتحها طبعا، اللحظات، المعاني، وبعدين الخاتمة. قولوا ايش تبغون نفتح غير عقود القبول. الانعكاسات والله حلو بس كأنه حاد شوي. طيب الاشخاص حلو، الاشخاص حلو، الاشخاص حلو. طيب خلونا
يقولونه خلونا نشوف الأشخاص، خلونا نشوف الأشخاص الأشخاص. أوكي طويل طبعا بس نسمع الجزئية. طيب الأشخاص، أول أشخاص أبغى أسميهم هم المحظوظين. الأشخاص المحظوظين لما تقابلهم أو لما تقعد معاهم هذه رسالة لك أنه في حظ في هذه اللحظة، أنت اتصلت بطاقة الحظ شخصيا على قولتهم، شخص محظوظ وأنت تحكم بناء على رؤيتك لحياته أنه هو شخص محظوظ. فمجرد تواصلك معه، قعدتك حوله، تواجدك في تلك اللحظة في نفس المكان أو قريب منه، واتصالكم الجيد والإيجابي مع بعض يعني أنه في حبل أو أكثر من الحظ ينتظرك في هذه اللحظة. وإذا تبغى تميز المحظوظين أكثر، تقدر تحضر أسرار المحظوظين وتفهم من خلالها إيش سمات المحظوظين. أيضاً الأشخاص اللي ما عندهم زحمة حياة كثير لكن في نفس الوقت عندهم هدف. شفت هذول الناس اللي عندهم هدف لكن هم مو مزحومين، تالي عندهم هالبريك أو فراغ وشغل وفراغ وشغل. هذول الناس في وقت فراغهم لما تطلع معاهم، تتقهوى معاهم، تروح معاهم مطعم، تقعد تنبسط معاهم، هذول الناس هم ماشيين على التراك بطريقة صحيحة. ليش؟ إنهم هم خطهم الزمني صحيح، متسق مع الخط القدر عندهم. فهذولا كثير يفتحون لك الطريق، كثير اتصالك معهم راح يوصلك بالحظ، اتصالك معهم راح يجعل عندك فرصة في اللحظة اللي تقعد معهم في طوال الوقت اللي انت متصل معهم انه يكون عندك حبل للحظ وممكن ان تنتقل الى مرحلة او مكان اخر. ايضا عندي من الاشخاص اللي اعتبرهم رسالة من رسائل الحظ اللي هم المستمتعين اللي يحبون الوناسة، الفرحين، واللي ايضا يدركون طبقات من المتعة. يعني في كل مرة يفاجئك انه في متعة جديدة، في طبقة جديدة من المتعة، في فرح اخر. حفلاتهم كثيرة، وناستهم كثيرة، يحبون الفرح. اتصالك مع هذول الأشخاص، تواجدك حولهم في لحظة فرح، أرجوك احضر حفلاتهم، بارك لهم، عطهم هدية، عطهم باقة ورد في احتفالاتهم. لا تستثقل، لا تقول أوه واو هذول بيفلسوني من كثر حفلاتهم، لا بالعكس، خليك فرحان انك تقدم لهذه الطاقة، لان تواجدك حول هذه الطاقة ترى مو سهل انه الشخص يتواجد في هذه الذبذبة العالية من الفرح والوناسة والمتعة وطبقات المتعة. فيصار لك فرصة انك انت تتواجد، فحافظ على هذا التواجد وعزز تواجدك بانك تدعم هذه الطاقة بالهدية، بالتقدير، بالشكر، بالحضور، بالانسجام مع هذه الطاقة. في اللحظة اللي تكون موجود في هذه الحفلات، في اللحظة اللي تكون موجود معاهم في هذه المتعة، في عمق المتعة في هذه اللحظة، لما تكون متصل مع هذول الناس، لما يكون متواجدين، لما يكون هم مقدرين حضورك ومقدرين تواجدك، لما يكونوا متصلين معاك وحابين هذا الاتصال في هذه اللحظة، انت عندك حبل من الحظ، انت عندك فرصة، انت عندك باب مفتوح للحظ انك انت تنتقل لمكان اخر. من الاشخاص اللي برضو ابغى اقول لك عليهم، لما يوم من الايام يختفي شخص من حياتك كذا يضيع، ما تلقى جوالة تسأل عنه، ما حد يعرفه، تسأل الناس يقولون والله اختفى، والله سافر، والله استقال، والله تقاعد، ما
ما عاد شفناه عقب ذاك الشهر، ما عاد شفناه عقب ذاك السنة، قعدنا معاه فترة بعدين سافر، عرفناه فترة بعدين انتهى التعاقد معاه. فأنت تبحث 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 عنه، كأنك استسلمت يعني، ما لقيت له رقم، ما لقيت له طريقة تواصل، خلاص حسيت انه ضاع. وكان شخص سيد بالنسبة لك، ضاع في يوم من الأيام، في لحظة من اللحظات، في صدفة من الصدف، وما في شيء صدفة، يظهر لك هذا الشخص كذا قدامك فجأة، يظهر كذا في مكان يمكن ما كنت تتوقع، يجيك في الدوام، يظهر في مكان عام، تلقاه في كافي، في مطعم. في هذه اللحظة اللي تقابل فيها هذا الشخص، أحب أقول لك أنه في حبل من حبال الحظ. أحب أقول لك أنه عندك باب مفتوح للحظ، عندك فرصة أنك تنتقل، أنك تتصل، أنك تحصل على هذه الذبذبة. ليش؟ لأن طبعا هذا الشخص جاء بطلبك، بس ما كانت الطاقة مناسبة، تأخر الجواب. لما تضبطت الطاقة ظهر، فبالتالي هو بالنسبة لنا رسالة وإشارة إلى أنه الآن ضبط الموضوع. أيضا من الأشخاص اللي يعتبرون رسالة حظ مقابلة توائم، كل ما زاد عددهم كل ما زادت الحبال. مقابلة توائم. طيب يا جماعة، بعد في أشخاص آخرين، في أنواع متنوعين من الأشخاص اللي إذا قابلتهم تعتبر رسالة من رسائل الحظ. المهم أنه في هذه اللحظة أنك أنت تستغلها، أنك أنت تطلق نية، تجذب شيء، تجلي شيء. ممكن تنتقل من طاقة إلى طاقة، ممكن تعمل حدس، ممكن تعمل تخاطر، ممكن تعمل اتصال، ممكن تعمل تشافي، كثير أشياء في هذه اللحظة لابد 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 أنك تستغل. خسارة، خسارة أن تمر عليك مثل هذه الأشخاص، مثل هذه اللحظات، مثل الأرقام، مثل الألوان، مثل الأشكال، مثل هذه المعاني، مثل عقود القبول. خسارة، خسارة شخص يمر عليه عقد قبول وبس كذا يعدي الموضوع بكل بساطة. طيب يا جماعة، خلونا نأخذ أسئلة على رسائل الحظ. أعتقد إحنا فهمنا وش فكرتها بشكل عام، واستعرضنا بعض الرسائل في مجال الأشخاص